أرحب بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من برنامج رسالة الإنجيل، الذي نتعرف فيه إلى رؤية الله لحياتنا من خلال كلمة الإنجيل المقدس. كيف يولد الإنسان؟ حينما نتأمل بالذي يفعله الجنين مقارنة مع ما تفعله الأم ساعة الولادة، نرى جليا أن الجنين يكون في حالة تسليم كامل من دون وعي وإدراك للذي يحصل، بينما الأم هي من يبذل أقصى جهد ممكن لمساعدة الجنين على الخروج من العالم الضيق والوقتي إلى عالم رحب وأطول زمنيا. هو لم يجلس ويحلل ويفكر بكيفية ولادته، بل جل اهتمامه كان محصورا بالغذاء الذي يتلقاه من خلال الحبل السري. نموه السليم جعله يرفض المكان الذي ابتدأ يضيق يوما بعد يوم، كونه بات يقيد حركته، فبات يشعر بالشوق للتخلص من ذلك الوضع المؤقت. فيولد ذلك الجنين ويحظى بحياة أطول بكثير من تلك التي كانت في بطن أمه، ولكن هذه الحياة مهما طالت فإنها ستنتهي في يوم من الأيام. ولكن رسالة الإنجيل المقدس تقول إن الذي يولد من ملكوت السماء فإنه سينتقل من الموت إلى الحياة، أي أن موته الجسدي سيكون رقادا وسيقوم جسدا ممجدا في يوم مجيء الرب. الذين يقبلون هذه الرسالة هم الذين لم يجلسوا ويحللوا كيف تتم الولادة من الملكوت، بل كالجنين يسلمون زمام الأمور بيد الذي لديه القوة والسلطان، بينما هم يتلذذون بغذائهم الروحي، أي كلمة الإنجيل المقدس. هذا التلذذ سيجعلهم ينمون أكثر بالروح، فيبدأون برفض العالم الوقتي وملذاته، بل ويمقتون أنفسهم لأنهم أصبحوا عاجزين عن الحركة نحو الملكوت، إذ لا يمكنهم إجراء أي فعل ليحصلوا على الحياة الجديدة عدا التسليم الكامل لمشيئة الآب السماوي. عزيزي المستمع، هل وصلتك رسالة الإنجيل لهذا اليوم؟ هل ترغب بالتفاعل معها؟ إن كان الجواب نعم فصلي معي إن أردت. يا إلهي العظيم القادر على كل شيء، والذي عنده السلطان والقدرة على جعل أولد من ملكوتك كي أحظى بالحياة الأبدية، فساعدني على فهم كلمة الإنجيل المقدس كي أستطيع النمو بها، فيتولد عندي الرفض لعالم الخطيئة والموت، لكي تستلم زمام الأمور، فأرنم مع داود الملك قائلا: قلبا نقيا أخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. السن والخبرة وجرحنا القديمة بيغيرونا، وقلقنا من بكرة صراعتنا الأليمة بيغيرونا، بنتغير وهدى طبع البشر مهما نكر.